نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على داري المحاصرة، صمود أسطوري لأربع سنوات، أجناد الشام في الغوطة الشرقية تحت راية فيلق الرحمن. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأيام الماضية. الأربعاء، الثوار يقتلون عددا من عناصر الأسد خلال التصدي لمحاولة تقدم ميليشيا الأسد في حي جوبر الدمشقي بغطاء جوي وصاروخي. اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في محيط تل فرزات والنشابية والبلالية والفضائية وبالا بمنطقة المرج. شهيدان وعدد من الجرحى جراء القصف الجوي الروسي على بلدات الغوطة الشرقية. الثوار يقتلون أربعة من عناصر ميليشيا الأسد في معارك الجبهتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية لمدينة دارية. تنظيم الدولة يحاول التسلل إلى نقاط تمركز الثوار في حي الزين جنوب العاصمة ويقتل ثائراً بعبوة ناسفة، والثوار يردون بقتل ثلاثة عناصر له. إطلاق نار متقطع من حاجزي الوزير والمطحنة على بلدة مضايا المحاصرة. الخميس، الثوار يقتلون عدداً من عناصر الأسد ويدمرون عربة عسكرية خلال اشتباكات في جبهات بلدتي بالا والحتيتة بمنطقة المرج. استشهاد طفل وإصابة آخرين نتيجة تعرض مدينتي دوما وزملكا لقصف مدفعي. 20 قتيلا من عناصر الأسد وإعطاب دبابة على يد الثوار في الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة دارية. الثوار يطلقون معركة تهدف لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة على منطقة القلمون الشرقي. الجمعة، شهداء في عدد من مدن وبلدات الريف الدمشقي، بينهم 8 شهداء في بلدة أوتايا نتيجة الغارات الجوية الروسية. 10 قتلى من عناصر الأسد في كمين نصبه الثوار لهم في الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة دارية. استشهاد الإعلامي مجد المعظماني المعروف بمجد دارية أثناء تغطيته لجبهات دارية. السبت، الثوار يعطبون آليتين عسكريتين لميليشيا الأسد خلال الاشتباكات المستمرة في جبهات المرج. الثوار يقتلون عدداً من عناصر الأسد قنصاً في جبهات مدينة دارية. الأحد، اشتباكات في حي تشرين الدمشقي بين الثوار وميليشيا الأسد. 3 انفجارات متزامنة تقتل 125 وتصيب 180 آخرين في منطقة السيدة زينب الموالية جنوبية دمشق، استهدفت تجمعات ميليشيات شيعية وتنظيم الدولة يتبنى التفجيرات. الاثنين، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة بين الثوار وميليشيا الأسد في حي التضامن الدمشقي. الثوار يعطبون كاسحة ألغام مصفحة لميليشيا الأسد خلال محاولتها التقدم في الجبهة الجنوبية لمدينة دارية. الثوار يتصدون لمحاولة تقدم عناصر ما يسمى بحزب الله اللبناني في محور فليطة بالقلمون الغربي ويقتلون عدداً من عناصره. وللحديث في تطورات الأوضاع في الغوطة الغربية ينضم إلينا من دارية أبو مالك الديراني الناشط العسكري. حياك الله أخي أبو مالك. أخي أبو مالك، يعني بعد عزل دارية عن محيطها وفصل معظمية الشام عن دارية، ما كان أثر ذلك على المشهد العسكري والإنساني في دارية؟ طبعا بصفة الوضع بين دارية والمعظمية، دارية والمعظمية بالأساس هم جارتان مدينتان وقفتا بوجه الظلم الجائر المستبد. شاركت المدينتان بعمليات عسكرية أذاقت النظام فيها الويلات والخسائر. كان المدينتان ينسقان مع بعضهما ويؤازرون بعضهم البعض،
فأراد النظام أن يفرق ويشتت عمل المدينتين بالفصل، وذلك من مبدأ فرق تسد. فكان له ما أراد، وذلك بتخطيط روسي وبأحدث أنواع التكنولوجيا والتقنيات، مستخدما الآليات المصفحة والتركسات المصفحة بما يسمى الكاسحة. نعم أثر ذلك على المجاهدين، طبعا هناك غصة في القلب ولوعة مما جرى وحدث أثناء الفصل بين مدينة دارية والمعظميه، ولكن الشباب والأهالي والناس على قدر وحمل من المسؤولية. نعم طيب أخي أبو مالك، يعني نحن نتحدث عن أطنان من البراميل المتفجرة التي تلقى بشكل يومي على دارية تحديدا وعلى محيط مدينة دارية، في ظل كل ذلك وفي ظل أيضا محاولات النظام المستميتة والمستمرة لاقتحام مدينة دارية، كيف يواجه الثوار العسكريون كل هذه المعطيات؟ لا سيما أن مدينة دارية هي أقدم مدينة محاصرة منذ 1186 يوم. نعم أكثر مدينة، نعم كما ذكرت، تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة بما يقارب أكثر من 6500 برميل. آلاف الصواريخ والقذائف في كل يوم تتعرض لها المدينة وتتعرض لمحاولات الاقتحام، ولكن بفضل الله عز وجل تصمد وتجابه وتقاوم بعزيمة شباب عاهدوا الله عز وجل بالدفاع عن ترابها بأبسط أنواع الأسلحة. أخي الكريم، لا يخفى على أحد بأن مدينة دارية هي محاصرة ولا يوجد فيها السلاح النوعي، عندها شيء من حكمة وإدارة الموقف. بإذن الله نعم سنجابه ونقاوم. نعم الخميس الماضي تحدثت وسائل الإعلام عن مقتل ما يقرب من 20 عنصر من عناصر الأسد، وتبع ذلك في يوم الجمعة أيضا مقتل 10 من عناصر الأسد. لماذا كل هذه الاستماتة من قبل ميليشيا الأسد لاقتحام مدينة دارية رغم كل هذه الخسائر الكبيرة التي يمنى بها هناك؟ مدينة دارية تمتاز بموقعها الاستراتيجي لقربها من مطار المزة العسكري وقربها من القصر الجمهوري، فالنظام يريد أن يفصل ويعزل ولا يجد إمداد عن معظمية الشام، ويريد أن يبعدها أيضا على استراد درعا، نعم فلا يريد أن يكون منفذ للثوار من أجل تضييق الخناق. هذا هو يريد أن ينفذه على أرض الواقع. نعم يعني بما تملكون الآن من سلاح بسيط لا يعني لا يقارن بما يملكه النظام بطبيعة الحال، هل هناك أمل في استعادة المنطقة الفاصلة بين دارية ومعظمية الشام ويعني فرض معادلة عسكرية جديدة على الأرض؟ بالأيام القادمة كل شيء ممكن ووارد، ولكن بالأساس والشيء الذي تشهده المدينة حالات من الاقتحام اليومية، فالمجاهدون الآن همهم الوحيد هو التثبيت والدفاع بالوقت الحالي لشراسة الموقف وشراسة القصف والتمهيد الناري الكثيف. بعد تمكن قوات النظام من الفصل، بدأت مع الضباط الروس والميليشيات والروافض النصيرية العراقية والإيرانية والأفغانية من محاولة جديدة لاقتحام المدينة، ولكن هذه المرة بأسلوب جديد لم يعهده المجاهدون، تحت غطاء ناري عنيف وأحدث التقنيات والتكنولوجيا تشرف عليها روسيا. وفي المقابل يواجهها ثلة من الشباب المؤمن الصابر الصادق، ومن خريجي المساجد أقسموا بالله على تقديم أرواحهم فداء لدين الله ليضيقوا ما يشاءوا، فإننا سنخرج للحياة ولو من ثقب إبرة. فقد تركزت محاور النظام وميليشياته بالمحاور الشمالي الغربي والغربي الجنوبي، وشهدت مدينة دارية بإثخان للعدو، فإعطاب أكثر من 3 كاسحات وأكثر من 7 دبابات. نعم طبعا بالنسبة للآليات إعطاب وليس تدمير، لأن السلاح الموجود لدينا ليس لديه القدرة الكاملة على تدمير هذه الآليات، لكن لدينا بعض الخبرات أو بعض شيء زودنا به نستطيع به إعطاب هذه الآلية نعم بفضل الله. نعم أشكرك جزيل الشكر أبو مالك الديراني الناشط العسكري، كنت معنا من دارية. بارك الله فيك.
ومن الغوطة الغربية إلى أختها الشرقية. يرصد لنا مراسلنا منصور أبو الخير آراء سكانها الصامدين إزاء المناخ السياسي والواقع العسكري والوضع الإنساني. نتابع. تطورات كبيرة على الساحة السورية من الناحية السياسية والعسكرية. رح ننزل على الشارع ونشوف معنويات الناس، متفائل أو متشائم. تطورات مثل ما شايفين على الساحة السورية متسارعة، وقف اطلاق نار، ما وقف اطلاق نار، سياسيا كذا، الأمور كلها عم تتشابك. بعد الأمور كلها هاي، كيف معنوياتكم، متفائلين ولا متشائمين؟ لا الحمد لله، إن شاء الله الله يفرجها، الحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله بخير، إن شاء الله الحمد لله. الحمد لله. متفائل. الحمد لله، الحمد لله. طيب. يعني احيانا بتلاقينا بنتفائل واحيانا بنكتئب. طيب. حسب الروتين اليومي يعني. شلون معنوياتك، متفائل؟ الحمد لله تمام، ان شاء الله خير باذن الله. تمام الحمد لله. متفائلين الحمد لله. تمام معنويات، في تفاؤل تشاؤم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله يا رب. الحمد لله. كيف معنوياتك، ان شاء الله متفائل متشائم؟ ان شاء الله، نسال الله انه الله يفرج علينا وعلى هالبلد كله. طيب. متفائل متشائم؟ على شو بدي اتفائل؟ على شو يعني؟ يعني الاوضاع كيف؟ والله الاوضاع هو الحمد لله من الله منيح، بس من العباد والشعب ما منيح بنوب. ما انا متفائل بشيء. طيب ليش؟ انا ما في شيء ظابط، ما في شيء عم ينجح معهم. عشان شو بدنا نتفائل؟ بعد التطورات اللي عم تصير على الساحه السياسيه بخصوص سوريا، كيف المعنويات؟ جيده الحمد لله. طيب شو بتتمنوا من الفصائل اللي عم جاهد على الارض؟ انه يتوحدوا والله يقدم اللي فيه الخير. كيف المعنويات بعد التطورات اللي عم تصير على الساحة السياسية؟ الحمد لله ما في أحلى من هيك. طيب شو بتوجه رسالة الفصائل اللي عم جاهد على الأرض؟ الله يحميهم ويقويهم وياخذ بدهم. الله يقويهم ويثبتهم يا رب. يكون كلهم إيد واحدة. والله إن شاء الله هيك، الله يكرمنا هيك بالفرج هيك ويتوحدوا يعني ويزبطون إن شاء الله. والله بوجه لهم رسالة إنه يتوحدوا إن شاء الله ويشتوا تحت كلمة لا إله إلا الله. ان شاء الله توحد مشان الله ينصرنا، ما اكثر من هيك. بنتمنى منهم انه يشتغلوا كلياتهم بقلب واحد وبايد واحده والهدف واحد، وان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله. التوحيد هو اهم شيء بالبلد كله، ما يصير فينا مثل ما صار فينا بحلب. بنتمنى انه يكونوا كلهم قياده واحده تحت رايه واحده اللي هي تحت لا اله الا الله. والله ينصر هالمجاهدين اللي عنا ونخلص على حاجه، يعني حاجتنا دم. الله يوحدهم ويشتغلوا إن شاء الله يا رب. مثل ما شفنا آراء الناس رغم الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها الغوطة والسورية إجمالا، من ناحية سياسية ومن ناحية القصف والحملات الهمجية اللي عم تصير عليها، بس مع ذلك الناس معنوياتها مرتفعة، متفائلة بالنصر، وبتتمنى من الفصائل أن تتوحد تحت راية واحدة، لأنه هذا هو الهدف المنشود. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم. أعلن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام في الغوطة الشرقية اندماجه التام تحت راية فيلق الرحمن، وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذا الاندماج خاص بقطاع الغوطة الشرقية فقط، بينما لا تزال القطاعات العاملة في الغوطة الغربية وشمال دمشق ودرعا وغيرها تعمل تحت اسم الاتحاد. وللحديث في هذا الشأن ينضم إلينا من اسطنبول السيد وائل علوان، القيادي في فيلق الرحمن. حياكم الله أستاذ وائل. حياكم الله. أستاذ وائل، بداية ما دوافع هذا الاندماج الذي تم بينكم وبين فيلق الرحمن؟ طبعا بالعودة إلى سنوات الثورة الطوال الخيرة والعجاف منها، فإن هناك مسؤولية، ومسؤولية كبيرة جدا ملقاة على عاتق الفصائل جميعا. أي وسيلة أو أي سبيل أو أي سبب لرفع المعاناة عن الشعب السوري فهو واجب على جميع الفصائل أن تأخذ به وأن تتبعه. هذه الأسباب طبعا يتاح منها بقدر ما يستطاع. نحن شهدنا في العام الأول من الثورة ومن انطلاقها المسلح دفاعا عن الأرض والعرض وعن المظاهرات التي خرجت تندد بهذا النظام المجرم، شهدنا يعني عشوائية وفسيفسائية كبيرة جدا جدا،
ربما كانت هي السبب في نجاح هذه الثورة وفي استمرارها، ذلك لأنها خرجت نتيجة القمع والظلم دون أن يكون مخطط لها إيديولوجيا أو عن طريق أحزاب، لأنك تعلم أن الواقع في سوريا سابقا كان يشهد قمعا شديدا جدا. نعم. بعد مضي أشهر ومضي العام الأول والثاني من الثورة، كان لزاما على هذه الفصائل الصغيرة المتناثرة أن تندمج في كيانات منظمة ومنضبطة، وبدأت بالفعل. ففيلق الرحمن اليوم لم يكن فيلق الرحمن منذ عامين مثلا، كان عبارة عن تشكيلين أو ثلاثة، تشكيل البراء، تشكيل أبو موسى الأشعري وغيرها. أيضا الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام اليوم يعني تجاوز عمره العامين، هو تشكيل من سبعة فصائل كبرى عاملة في دمشق وريفيا، في دمشق وغوطتيها. نعم. إذن نحن نشهد في كل مرحلة من مراحل الثورة اندماجا نتيجة تحمل المسؤولية من هذه الفصائل. المبادرة اليوم التي كانت على مستوى الثورة السورية كاملة أنه لم يندمج فصيلان فيؤسسوا فصيلا ثالثا أو يتفقوا على اسم جديد ورأي جديدة، لا. هذا ما حصل طبعا سابقا في التشكيلات التي ضربنا أمثلة بها. ما حصل اليوم هو أن فصيل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام في الغوطة الشرقية بادر مبادرة كانت تدعو أكثر من فصيل، تدعو الكثير من الفصائل إلى أن تتخلى هذه الفصائل عن أسمائها وأن تتخلى عن قيادتها وأن تتخلى عن شروطها وأن تدخل جميعا في فصيل واحد. نعم. هذا الفصيل يضع هدفه الأساسي إسقاط النظام ورفع المعاناة عن الشعب السوري. إذن أهداف الثورة هي الخط العريض الذي يجب أن تجتمع عليه الفصائل الثورية العاملة في الساحة السورية. طبعا أنت تعلم أن الظروف معقدة اليوم، لا سيما وأن النظام المجرم مع حلفائه يمزق الخريطة السورية إلى كنتونات منفصلة يداهمها بالحصار وبالتجويع، وهناك ضغوطات كثيرة وكبيرة على الجبهات، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. إذن إذا لم أستطع أن أقدم مبادرة تجمع الفصائل جميعا فيجب الانتقال خطوة إلى الأمام. نعم. من هنا فأقرب ما يكون إلينا في الغوطة الشرقية من حيث طريقة العمل، من حيث الجبهات، من حيث الرؤى، من حيث الهدف، من حيث الطرح الوطني، من حيث الأهداف المرحلية والمستقبلية هم إخواننا في فيلق الرحمن. أنا كنت المتحدث الرسمي للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وعضو في قيادته، وبدأنا بنقاش موضوع الانضمام إلى فيلق الرحمن. طبعا هذه المبادرة أعود لأقول هي مبادرة على مستوى الثورة، لأنها ربما من النوادر أن يتخلى فصيل عن اسمه، عن شعاره، عن قيادته، يتخلى عن كل شيء في سبيل الاندماج مع فصيل آخر. طبعا هذا الفصيل أكبر من الاتحاد الإسلامي وله باع طويل وسمعة طويلة في جبهات الغوطة الشرقية ومعاركها، ويعني لديه خبرة نتيجة الكفاءات والضباط التي موجودة في صفوفه وفي قيادته. وأيضا الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام له سمعته الطويلة في المعارك وفي الكفاءات العلمية والأكاديمية الموجودة ضمنه. فكان هدفنا بالبداية تحقيق التكامل ما بيننا وبين إخواننا في فيلق الرحمن. هذه الأسماء التي نحن اليوم يعني نرفعها ونتسمى بها في الثورة يجب أن ندرك دائما أنها أسماء مرحلية، أنها وسائل، هي وسائل وليست غايات في طبيعة الحال. أستاذ وائل، يعني فيما يتعلق بهذا الاندماج، البيان أوضح أنه اندماج خاص بقطاع الغوطة الشرقية، لماذا الاقتصار على قطاع الغوطة الشرقية؟ وهل نتوقع في خطوة توحيدية أخرى اندماج بقية القطاعات لاتحاد الإسلامي لأجناد الشام ضمن فيلق الرحمن أيضا؟ نعم. بداية يعني الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام كان ينتشر في عدة قطاعات، لكن ثقله الرئيسي ويعني تشكيله الأكبر كان في الغوطة الشرقية، حتى أنه يمثل أكثر من نصف الاتحاد في الغوطة الشرقية. نعم. سبب أنه لم يتم التنسيق مع باقي القطاعات في هذه الخطوة هو ما ذكرت من أن نظام الأسد المجرم وحلفائه قد مزقوا الخريطة السورية إلى كنتونات منفصلة عن بعضها تماما، لذلك الضغوطات مختلفة ما بين الغوطة الشرقية، الغوطة الغربية، الشمال، الجنوب. نعم.
الغوطة الشرقية يعني كان حري بها أن تكون المبادرة إلى هذه المبادرة وإلى هذه الخطوة. قام نعم الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام بالاندماج فقط بقطاع الغوطة الشرقية، وأقول هذا الاندماج وليس غرفة عمليات وليس تنسيق، واندماج كامل واندماج يذوب فيه الفصيل ضمن هذا الفصيل بشكل كامل فيصبحان فصيلا واحدا. طبعا الأخوة في باقي القطاعات في المعظمية في دارية في الشمال يعني باقون اليوم تحت اسم الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام هم على تواصل معنا بشكل حثيث وبشكل دائم، وبالأمس على اتصال مع يعني قائد أكبر لواء في هذه القطاعات، وهو يسأل عن ما هي آلية الاندماج وما هو هذا الفصيل ولماذا اندمجتم به. طبعا السؤال بغرض التنسيق، ربما نشهد في الأيام القادمة طبعا أن تلحق بالغوطة الشرقية باقي القطاعات. نحن في النهاية أملنا أن تكون الثورة السورية بكلها بكل فصائلها بكل قطاعاتها بكل محافظاتها جيشا واحدا يرفع على الثورة. بالانتقال إلى موضوع آخر أستاذ وائل، يعني فيما يتعلق بالعلاقة بينكم وبين جيش الإسلام شريككم في الجهاد وفي النضال ضد نظام الأسد والميليشيات الغازية من الخارج، يعني شابت هذه العلاقة بعض التوترات مؤخرا، هل هذا وقت الخلافات يتساءل السوريون، وهل من خطوات عملية لتلافي هذه الخلافات بما بينكم؟ نعم، بداية أؤكد على ما بدأت به حضرتك من أن علاقتنا بإخواننا في جيش الإسلام هي علاقة الأخوة، وهم شركاؤنا في الجهاد وفي الثورة منذ يومها الأول، وهم شركاؤنا في جبهات الغوطة الشرقية، فحري بنا أن نكون إخوة متحابين، ليس لهم منا إلا الود والمحبة، ونرجو أن يكون ذلك منهم. طبعا الشيخ أبو عبد الله زهران رحمه الله لطالما عانى هو داخل جيش الإسلام من القبضة الأمنية التي يمارسها الجهاز الأمني في جيش الإسلام. هذه القبضة الأمنية التي يعني تحمل قيادة جيش الإسلام أحيانا أعباء لا يطيقها، مثل ما حدث في هذه الأيام الأخيرة التي طبعا تلقينا تلك الأنباء فيها بغصة وغصة شديدة جدا. ما حصل هو أن القبضة الأمنية في جيش الإسلام قامت بمداهمة مقرات الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام بعد علمهم أنهم سينضمون بعد ساعات إلى فيلق الرحمن. القبضة الأمنية في جيش الإسلام يعني تعمل على إيديولوجية خاصة بأفق ضيق جدا جدا جدا. طبعا أضف إلى ذلك المرجعية الشرعية. للأسف يعني ما حصل يؤسفنا وقوعه في مثل هذه اللحظات التي نقدم فيها بادرة تبعث الأمل في النفوس. كان هناك استياء من الجميع. هل تم التواصل من قبلكم مع بعض القيادات في جيش الإسلام لتوضيح هذه الأمور؟ طبعا نحن أخي الكريم يعني منذ اللحظة الأولى لهذه الحادثة قمنا بضبط النفس، وضبطنا نفسنا ضبطا شديدا جدا بالرغم من الاستفزازات الإعلامية التي كانت تصدر ليس بشكل رسمي عن جيش الإسلام. أنت ربما شاهدت بعض الفيديوهات المفبركة، يكفي هذه الفيديوهات أن يعني تتابعها وأن تنظر إليها لتعلم يعني مدى سذاجتها. بالمقابل كان هناك تواصل عبر وسطاء بالبداية، الكثير من محبينا من العلماء من القياديين من طبعا السياسيين من قادة الثورة ورموزها قاموا بالتواصل مع الطرفين لرأب هذا الصدع ولإعادة المياه إلى مجاريها. منذ اللحظة الأولى النقيب عبد الناصر الشمير قائد فيلق الرحمن، وقبل أن يحدث الاندماج يعني لم يكن بعد بيان الاندماج حاصل، سعى مباشرة هو وباقي قيادات الغوطة ووجهائها إلى التواصل مع جيش الإسلام فورا، وطلب منه أن يكف عن هذا الأمر، ثم دخل في وساطة لتتضح الأمور للطرفين. اليوم طبعا كان هناك حل وتم توقيع هذا الاتفاق ما بين الطرفين بمساعي كما قلت النقيب عبد الناصر شمير قائد فيلق الرحمن. تم الاتفاق
على مباركة جيش الإسلام بانضمام الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام إلى فيلق الرحمن وإعادة كل ما أخذ من الاتحاد الإسلامي من السلاح والعتاد والأدوات والأمور اللوجستية، بالإضافة إلى إعادة المقرات التي تم الاستيلاء عليها ورفع الرايات عليها. كل هذا حصل طبعا بفضل الله عز وجل اليوم وأمس، ونحن اليوم يعني نؤكد كما بالأمس أننا نريد خطبة ود جيش الإسلام كما غيره من فصائل الثورة جميعا، لأننا نعلم ونؤكد دائما أن خطوتنا باتجاه فيلق الرحمن لا بد أن يعقبها خطوات باتجاه جميع فصائل الثورة. لا بد أن تجمعنا الثورة جميعا في صف واحد، لا أن نكون يعني مقسمين ضمن المقسم. النظام المجرم يقسم الثورة السورية إلى مناطق وكنتونة، ثم نحن نأتي لنقسم المقسم ونتفرق ضمن الكنتون الواحد المحاصر منذ أكثر من عامين ونصف، والذي يعاني أهله ما يعانون. نعم أستاذ وائل، فيما يتعلق باجتماع ممثلي الفصائل الثورية السورية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، وما يتعلق بالحديث عن الهدنة، ماذا تم بخصوص ذلك؟ طبعا الهيئة العليا للمفاوضات ممثلة برئيسها الدكتور رياض حجاب قاموا بأكثر من اجتماع مع الفصائل الثورية، وأكد الدكتور رياض حجاب في أكثر من لقاء أن مرجعية ما يقوم به هو الداخل الثوري، الداخل الثوري ليس فقط بفصائله الثورية وإنما بفصائله الثورية ومؤسساته المدنية والمجتمع المدني والشعب السوري. كان هناك اجتماع سابق في أنقرة تم فيها دراسة المنح السياسي بعد أن طبعا أجل ديمستورا وعلق المفاوضات إلى 25 فبراير. كان هناك لقاء مع الدكتور رياض وناقش معظم الأمور، ثم كان هناك لقاء بينه وبين السيد جون كيري وبين الدكتور عادل الجبير، كان هناك نقاش طويل. طبعا ملابسات الأمر تماما، وما يجري كما يقال في دهاليز السياسة هو أن العالم بشكل عام أو المجتمع الدولي وخاصة أوروبا وأمريكا يطمحون إلى إنجاز على المستوى الدبلوماسي السياسي في الملف السوري. نعم. طبعا أمريكا تنحى هذا المنحى لأن الديمقراطيين بكل صراحة يريدون أن يقدموا إنجازا ولو إعلاميا دبلوماسيا بالشأن السوري، وحرمان الجمهوريين من هذه الورقة التي لطالما يشير بها الجمهوريون أنه يعني في فترة أوباما لم يكن هناك يعني حل من الولايات المتحدة أي نعم صحيح في الشرق الأوسط. لا. أوروبا اليوم تشهد طبعا كالعادة ضغوطا هائلة جدا من حملات النزوح، الضغوط الأشد هي الضغوط الأمنية، معاهدة الشنغن الأوروبي أي الاتحاد الأوروبي كله مهدد اليوم بسبب هذا الوضع الإنساني الكارثي الذي وصلت إليه الساحة السورية. هناك بالتالي أستاذ وائل، هل هناك آمال أساسا بالتزام نظام الأسد بأي مبادرة سياسية؟ سيدي الكريم، ليس لدى أحد أي ثقة بهذا النظام المجرم أو حلفائه، وهذا ما أكده لنا الدكتور رياض حجاب في اجتماعه. بالتالي ما هي الخيارات؟ بالتالي ما هي الخيارات أستاذ وائل؟ ما هي الخيارات بالتالي؟ كما قلت لك يعني ما ألمسه أنا من هذه المبادرة اليوم، وهي مبادرة وقف الأعمال العدائية وليست وقف الأعمال القتالية. وقانونيا هناك فرق بينهما، هناك فرق بين وقف إطلاق النار وما بين ما ندعو إليه اليوم. ما يدعى إليه اليوم وما ندعى إليه اليوم هو وقف الأعمال العدائية بين قوسين، أي هدنة مؤقتة. طبعا هذا الأمر كما قلت لك يعني المراد منه هو الحصول على مكسب سياسي دبلوماسي يضيفه جون كيري إلى سجله الخاص، كما يضيفه الديمقراطيون إلى حملتهم الانتخابية. أشكرك. هم كما نحن يعني ليس لدينا بوارق أمل، لأننا لطالما رأينا وشهدنا يعني غدر النظام وطريقة عمله هو وحلفاؤه الروس أو قادته الروس. لكن ما هو البديل؟ البديل كما قال لنا الدكتور رياض حجاب لابد أن تبقى الزناد
جاهزة دائما للدفاع عن الثورة ودفاع عن الشعب السوري. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر السيد وائل علوان القيادي في فيلق الرحمن، حدثتنا من إسطنبول. حياكم الله.